القبيلة العريقة عتيبة الهيلة. عتيبة الهيلة صناديد وزحول، قبيلة ما هي بغبرة ضعيفة. والشيخ مسعد بن سمار يلقب بركن عتيبة، ونقول أنت ركن لكل الطيبين من قبائل وطننا العظيم، فلكم الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة التي سطرها التاريخ. الشاعر مشعل بشباب قال ذات يوم: مسعد بن سمار والله والنعم استاهل شيخ تفاخر به عتيبة كلها، في حضرته للمدح مضمون وطعم يمشي دروب المرجلة ما ملها، صح لسانه ويستاهل. ونحن هذا المساء في حلة ابن شيخ العفو سالم بن نصار رحمه الله، الشيخ مساعد بن سالم بن نصار اصمله سبيعي. شاعر حزمي بن سعد يقول: ترانا سبيع مدلهين الخوي والجار. ما عليكم زود. ترانا سبيع مدلهين الخوي والجار، وترانا اهل العفو اهل السمعه الحيه. عطانا الله زحول تشوف الكبار صغار، مثل سالم اللي حيه وحي طاريه. يا شيخ العفو سالم عليك المدح مدراب، وعلى مساعد المطلوخ الامداح مثليه. عفيتوا الوجه الله في الموقف الجبار، وششنا وطاولنا النجوم السماويه. الضيوف الكرام، الحفل الكريم، لصاحب مقامنا هذا المساء كلمه ترحيبيه فليتفضل بالقاء. مسيكم بالخير جميعا، يا مرحبا ويا مسهلا بجميع من حضر. مرحبا بشوف عتابه، مرحبا بوجهة عتابه، مرحبا بالجميع. الله يحييكم، والله انها ابرك الليالي واسعدها اللي جمعت الغاليين من عتابه ومن سبيح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمة الشيخ مسعد بن سمار. حيا الله الجميع في محل اخوي مساعد، كفو الرجل استاهل واستقباله لي هذا المساء. انا وشيوخ قبيلتي لا يستغرب منه، وشيوخ سبير وشيوخ اللي حضر من جميع القبائل. الشكر لله والحمد لله على ما نعيش في امن وامان في ظل هالقيادة الرشيدة. الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ها نجتمع اليوم في أمن وأمان. الحمد لله على فضله، الحمد لله على ما نعيشه من أمن وأمان. أهني أخوي مساعد هذا المساء بهذا المنزل المبارك وهذا المنزل. وأخي مساعد قد عمل ما هو أعظم من ذلك. أخوي مساعد قبل أيام قد تنازل عن رقبة، وهذا شيء عظيم، وهذا شيء لا يستهان فيه. والتنازل اليوم شيء جبار، ليس كل الرجال أن تقدر عليه. قليل من الرجال الذين يقدرون في مثل هذا الموقف. هذا الموقف عظيم وكبير، ولا يستطيعه إلا من وهبه الله الصبر والحكمة والبحث عن الأجر. هذه هي مكارم الأخلاق، أوجدها الله في هذا الرجل وفي إخوانه وفي قبيلته، تحملوا هذا الأمر، فهذا لا يستغرب منهم. هذه موهبة من العزيز الحكيم أعطاهم إياه. كثيرا من الرجال أن يتحملون مثل هذا الموقف، وكثير من الرجال يعذرون في مثل هذا الموقف، ولكن مكارم الأخلاق إذا الله أعطاها شخص فهذا هبة من رب العزة والجلال لهذه الرجال. فهنيئا لهم على صبرهم وعلى تحملهم وعلى تقديرهم لجميع القبائل الذي حضرت وقدروها وأعطوها الواجب. إن شاء الله لهم الأجر، وأن يكون حجابا بينهم وبين النار. فشكرا لأخوي مساعد وإخوانه وقبيلته، قبيلته قبيلة عريقة، قبيلة معروفة، هي أهل الكرم، هي أهل الوفاء، لا يستغرب منهم ذلك. هم طال عمرك القياديين في هذه الدولة الرشيدة، منهم المسؤول
ومنهم الكبير في هذه المناصب، ومنهم طال ومنهم المهندس، ومنهم الطبيب، ومنهم طال عمرك. والشجاعة فيهم هما أهل الشجاعة. ما عليكم زود. طال عمرك من رافق الملك عبد العزيز في فتح الرياض رجالا منهم عظماء، فهذا هو ديدنهم من القديم وفي الحديث. فشكرا لهم، وشكرا لاستقبالهم لنا، وشكرا لحفاوتهم لنا. فهذا أنا أدرك أنه لا يستغرب منهم عندي وعند غيري. أنا لي طلب هذا المساء، فأرجو من الله ثم منكم أن تقدروا هذا المطلوب. طلبي أعتقتم الرقبة فهذا لا يستغرب منها، ألحقت هذه الرقبة شروطا معينة، أطلب من الله ثم منكم التجاوز مثل ما تجاوزتوا عن الرقبة، أن تجاوزوا عن هذه الشروط. فهذا لا كفو كفو ساعد ابجاه الحاضرين كلهم، ابجاه الشيوخ، ابجاه من حضر، ابجاه تم تم يا مساعد تم تم مال بن عليش تم ساعد ساعد ابو علي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الشيخ ماجد بن عبد الله بن عمر الشيخ ميحان بن ناصر الشغاب المحتفى به الشيخ مسعد بن سمار أخواني قبيلة عتيبة، الشيخ نايف بن سلطان العليمي أخواني الشيوخ ورجال الحاضرين من قبيلة عتيبة والبقوم وغيرهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذا المكان باسم أخي الغالي على نفسي الشيخ مساعد بن سالم بن نصار في محلي وهو أخوي، ويسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الليلة المباركة اللي يسأل الله سبحانه وتعالى أن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة الملك سلمان ولي عهده الأمين، وأن يحقق لهم ما يصبون إليه من عز وتقدم وسودة للمملكة الغالية. وأنتم يا عتيبة أكرمتونا بمجيكم، ومساعد أكرمكم الليلة، وقبل ذلك أكرمكم وأكرمنا جميعا برقبة. أعتقر قبة فوضوه اللي جانا في جنات النعيم، وإخوانه ووالدته وأسرته. واليوم والله ان العبارات تتزاحم في الصدر من الترحيب بكم، لانه يعتبر الليله يوم عيد ويوم مبارك ويوم سعيد. انتم تستاهلون الكرامه، وانتم تستاهلون المجد، انتم عتيبه اهل المجد واهل التاريخ، وهل على ما قال عتيبه اهل اهله صناديد وزحول، قبيل تمه هي بغبر ضعيفه، تاريخهم من قبل تاريخ ابو الهول يكتب وينحت بدله. الاخ مسعد ثمن في قبيلة سبيع، وقبيلة سبيع وقبيلة عتيبة اخوان على مر التاريخ، يزاهم المجد، سطروا المجد من اوسع ابوابه، وكل منهم يفتخر بالاخر، وحنا وانتم رجال الملك عبد العزيز ورجال الدولة نحمل حكومتنا الحب العظيم والاخلاص والنصح والولاء الصادق الراسخ في الوجدان عبر الاجيال المتعاقبة. واليوم مرحبا والله ان العبارات تتزاحم والوقت قصير، لكن لكم من اخوي مساعد ومني ومني اسماء خاصه وسبيع، لكم الحب، لكم التقدير، لكم الاحترام، لكم يا عتيبه والكل من حضر. واليوم مساعد الاخ مسعد بن سمار تكلم وكلمته تثمنت مغزى عظيم جدا، مغزى عظيم، وطلب من مساعد
قال يا مساعد انتم عفيتوا عن الرقبه ويتبقى شروط بسيطه وطالبك اياها يا مساعد في هالمجلس باسمي انا يا مساعد وباسم الحاضرين من شيوخ عتيب والمقوم والسبيع وكل من حضر. واليوم والله اني ادري عن مساعد واعرف سجيته هو اخوانه ووالدته واسرتهم والله العظيم ان قلوبهم انظف من الشاشه الابيض. وانه يقول المتنبي وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. واليوم انا اضم صوتي والله العظيم اني ما كنت ناوي اتحدث عن هذا الموضوع. ناوي نصمت رغم في قلبي اللي في قلبي. لكن يقول تبقى اجيل هالوقت ثاني. لكن يقول البد والبل ما تعترض مرتين. واليوم يا مساعد اخوانك انا سائقل عليكم جاه ابوكم وابوي وجاه الحاضرين وجاه الطيب انكم تسمنون دعوه مجيء الحاضرين ودعوه مسعد بن سمار خلوها صافرا غشاها جلالها وفيهم ما كافيهم. ومهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند فتح مكه قال المساعد انت راع العلم الغانم انت راع المجد انت راع التاريخ انت اللي توجت الاسبيع وتوجت كل طيب بفعل الطيب ولا يستغرب منك ولا يستغرب منك الفعل الطيب. والله العظيم ان لابسين بفعلك حنا يسبيع والرجال ذولا اللي حضروا والحاضرين وكل طيب ان لابس المجد وفخر بفعلك الطيب. وحكامنا ترى حكامنا مستنسين من فعلكم وتواصلهم بيني وبينهم اللي يحصل بيني وبينهم تواصل واللي جينا من علوم لان حكامنا يشجعون العلوم ذي عندهم شرع الله ينفذونه لكن لجا صلح يقول العلوم الغانمه لانهم هم العلوم الغانمه. انا ما ودي اطول الكلام لكن تكفى يا مساعد تكفى يا مساعد سمي النخوة اخوك اللي تضاف النخوة الحاضرين وخلها خلى عفو عام واترك الشروط والامور والله سبحانه وتعالى ان يوفقك ويدلك ويحفظك ويخليك عيالك وربما تفعلوا بالخير ان يعلمه الله ومن عفا واصلح واجر الله واعتذر عن الاطاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابن سمار انت يا ماجد انت والحاضرين كل ابوك والعليمي والشغار عودنا اللي جاي من الشمال ان شاء الله يخليه يطول حياته ويخلي العيال. اسمع مني هذه ترقبها عرفت ولا لا؟ اي والله ما قصرت وشرطنا له 30 سنه والله خلوني اعلم وشرطنا له 30 سنه صح؟ صح طلع احنا 15 الجميع من اكرم وكرم والله جزاك الله خير ولكن الموضوع الحاجه الوحيده علي الطلاق ثم علي الطلاق ثم علي الطلاق من حريمه جار ها؟ جار اني ضاغط عليهم هنا 5 سنوات لك يا بن سمر انت واخوانك فهمت والجهه الحاضري وسلامتك 50 عند عند ما سمح حكم لا 15 سنه معي ولا لا؟ خمس يستاهل ابن سمر واخوياه ومن حضر مساعد لا ما لا 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 ماجد 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 لا 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 خمسة تستاهلها سمعت وانت لو انك جاي تطلب واحد من الحيين اعطيك اياه علي الطلاق رجل تطلب لكن حي حق الحي ما اقدر اعطيه ناس عيط على حق ما انت فاهم وتعرف ابو خالد ابو خالد ابو خالد قول لا اله الا الله بالهدوء بالهدوء انت من علمكم انت من علمكم بعد اذنك اسمعني خلي عم اسمعني والله الله يرحم فيك خلي ابوك قل له يرحم الله لسه ما جاي ما عاد فيه قل له اسمعني قل له انت بلا خلاص ابو علي اللي قدرنا اسمع اسمعني مستحيل خلاص ماجد كل ليله سمار اسمع كلامي اسمعني اسمعني انا علمت اسمعني اسمعني وعندي هرجه عندي هرجه يلا اسمعني اسمعني انت اعطيت ورقبه اكبر من الكلام هذا خلي بهرج خلي بهرج ندعي لكم في ظهر الغيب بفعلكم اللي بيض الوجه والله لا يحرمكم الاجر وشفتكم القبول والمحبه من الجميع هذه الاولى الثانيه الجلوه انا طالبك طلبك لا اسمعني فالعود اللي عمره 90 سنه كان اللي يحق ماجد 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 اول شيء اسمعني اسمعني ونزلوه
يطلعون على اهلال الخمس والله ما طلعت عليها نهرج والله ما طلعت عليها نهرج نزلونا قدر زياده لو ثلاث كلمة الخمس دم نبأها من تاريخ سجن الخمس من تاريخ سجن دم كم اقول الخمسه اللي الرجال فرضها نبها من تاريخ السجن قلنا له من 30 سنه طرحنا 15 للمسلمين الخمسه اعطاك اياها بسم الله والله حضرتها جايتها وانت اللي اكرمت وانت اللي وقفت اسمع مني والربع انت ما قصرت اسمع مني علمك هذا ومعروف حكم تراقيم ولا يستغرب منك طعم والله ما يستغرب مني ابد وبيض الله وجهك وعلمك هذا ترى انا متراقيم عفوا عشان تجين امور واللي طرحتوا خمس تروحون لو ثلاث قل لي لا والله لو انه والله لو فيها مجال اتخذها يا مال تاخذ من الحي اللي تبي اسمع يا من تاريخ قل لي لا علي الطلاق تحمل علي لكن عند الناس لا الناس عيط هي نفسها خطه على خمسه من الحكم من الحكم الحاضرين من شيوخ العرب وقفوا طيب طرح عليه خلاص باقي العشر هي خمس من تاريخ من تاريخ قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله احنا معزومين الله يبيض وجهك يا ابن سمار ابن سمار بيض الله وجهك كسبت العلوم الطيبه وعلمك غانم ووافي بيض الله وجهك ابو مشاي هو ابيض الوجه الله يطول في عمره ويستر على اجره وما قصر وعلمه غانم ولا يستغرب منه وما احنا بعد ايام ما احنا مخلينه ترى الله يبيض وجهك ما عليك زور ما عليك زور ما عليك زور الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك بيض الله وجهك الله وجهك يا مساعد مساعد على الطلاق اللي طلع من عندك للحين واللي ضاغط على اخوانه وعلى ام بيض الله وجهك بيض الله وجهك انت واخوك ما انا باك ترد العود الاخر بس انا طالب لا لا انا طالب انا طالب اكبرهم خلاص يا ابو الربع كملوا برنامج طواقتها انتم جيتكم بالتقدير اللي قدرته يا امير وقدرت طعمك كل قبيلتنا وشوف قبيلتنا منحرفه هذا لا يستغرب منك يا طيب وغير قدر هذا انت مقدر الرياجيل ومقدر الجميع من حضر واعتقت رقبه ما بعد ساعد والله من اخوك من حبي لكم وعارف اللي بخاطركم اني ما قنع لو اطلبكم اليوم الا السنه الجايه واعرف اللي حقكم وانتم كرامتكم اللي اعطيتوها الحين وعادنا الوضع اللي انتم فيه هالخمس سنين جزاكم الله خير وانحصل اعطوني ابا ثلاث ابا ست بالخير ثلاث لي انا علي يا ولد يا ولد يا ولد الله يقطع لي من عيالي اسمع اسمع الله ما عندي يوم اللي هو بيال مجال اعطيهم اياه انتم جايين سلامه انا بقول لك كنت جمال اللي طلبنا ابيض 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 اب